درعا اليدودة 27/1/2013، ما زال القصف مستمر وعنيف وبشكل عنيف على بلدة اليدودة منذ 10 أيام بشكل ممنهج وعنيف على بلدة اليدودة، يستهدف منازل المدنيين الآمنين في بيوتهم. هذه إحدى المنازل التي قصفت ليلة أمس على بلدة. البنى التحتية مدمرة، أسلاك الكهرباء في الشوارع، نزوح عدد كبير من أهالي بلدة نتيجة القصف المستمر والممنهج على بلدة اليدودة. سبعة وعشرين واحد 2013، درعا اليدودة.